إذا أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. لقيت الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات لوتي فان ديرزي حتفها بعد رحلة عائلية إلى النمسا للاحتفال بعيد ميلادها. ديت الله يرحمها ملكة جمال الكون للمراهقات لقيت مسرح من 3 أيام فقط من 6 مارس 2019. وأعلنت عائلة عارضة الأزياء الهولندية وفاتها عن عمر لا يتجاوز 20 سنة على صفحتها الرسمية في موقع انستجرام قائلة: لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس 2019 عند الساعة 10:47، وهنا مع والدها ووالدتها في صور متفرقة، صور عائلية جميلة، كانت عيلة حلوة سعيدة، ربنا يعزي قلوبهم. وهنا نشرت صورة وهي طفلة مع والدها على انستجرام. وأضافت العائلة: إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا، قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل. وظلت ملكة جمال الكون للمراهقات لسنة 2016 لمدة أسبوعين في غيبوبة إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى، وبعدما أصيبت أعضاء جسمها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل، وافقت العائلة على إزالة الأجهزة التي تبقي الابن على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية. شالوا الأجهزة اللي كانت بتخليها حية لأن جسمها أصيب بفشل كبير في وظائفه. الله يرحمه. كانت جميلة جدا. هنشوف ملكات جمال انتهت حياتهن بطرق مأساوية دلوقتي. ملكة جمال الهندوراس ماريا خوسيه الفارادو قتلت على يد صديق أختها في جريمة بشعة وكان عمرها 19 سنة. هي دي 19 سنة اتقتلت. ملكة جمال روسيا أنا ليتفونوفا توفيت بمرض السرطان عن عمر 29 سنة. 29 سنة السرطان قضى على حياتها. ملكة جمال مقاطعة كوليستر البريطانية بوني هيلر توفيت بحادث سيارة مروع عن عمر 29 سنة. بوني حادث سيارة مروع. تعددت الأسباب والموت واحد على أهون سبب. ملكة جمال النمسا إينا كارديتش تعرضت لحادث سقوط وهي تمارس رياضة الجري لتفارق الحياة عمرها 26 سنة. وقعت وهي بتجري 26 سنة. ملكة جمال فنزويلا إيفا إيكفال توفيت في معاناة مع سرطان الثدي عن عمر 28 سنة. سرطان قضى عليها جميلة هي عمرها 28 سنة وحلقت شعرها وخالص قبل وفاتها طبعا. قضى على كتير مرض السرطان. ملكة جمال فنزويلا جينسيس كارمونا ماتت بإطلاق رصاص في مظاهرة احتجاج وعمرها 22 سنة. مظاهرة
كانت في مظاهرة واتقتلت برصاص 22 سنة. ملكة جمال ألبيرو كارول كاستيلو توفيت بعد توقف مفاجئ لقلبها وعمرها 23 سنة. قلبها وقف وعمرها 23 سنة، مأساة. ملكة جمال ألبيرو، معظمهم انتهت حياتهم بالمرض. ملكة جمال كولومبيا ليليانا لوزانو توفيت بجريمة قتل بشعة عمرها 30 سنة. قتلت 30 سنة. يا ترى أنهي واحدة أثرت فيكم؟ ملكة جمال المكسيك ماريا سوزانا فلوريس أقدمت على الانتحار عمرها 20 سنة. انتحرت وهي عندها 20 سنة، يا ترى ايه السبب؟ كل واحدة من دول قصة لوحدها. عندها 20 سنة، طحت. ملكة جمال البرازيل ماريا بريدي كوستا توفيت إثر عدوى جرثومية سببت لها تسمم بالدم عن عمر 20 سنة. عدوى فيروس 20 سنة، صلاة تسمم وماتت 20 سنة. وهي في عز شبابها. ملكة جمال الفلبين ميلودي جيرسباخ توفيت بحادث سيارة عن عمر 24 سنة. حادث عربية قضى عليها. كلهن جميلات. ملكة جمال ولاية إنديانا الأمريكية أبي سويزرلاند توفيت بحادث سيارة عن 20 سنة. 20 سنة، حادث عربية. ملكة جمال فنزويلا مونيكا سبير موتس تم اغتيالها وزوجها بالرصاص أمام ابنتهما ذات ال5 سنوات وعمرها 29 سنة. اتقتلت هي وجوزها بالرصاص. عندها 29 سنة. دي هي وجوزها. راحت في عز شبابها. ملكة جمال الهند النفيسة جوزيف أقدمت على الانتحار وعمرها 25 سنة. نفيسة جوزيف 25 سنة انتحرت.
ماسي، كلها ماسي، الله يرحمهم جميعا.